ننتقل إلى ضيوف الكرام، ولكن هذه لابد أن تكون هذه المداخلة. الحكومة المحلية تقول بأنها هي التي تعيق تنفيذ الإجراءات المفترض أن تنفذ. طب أنتوا شنو شغلكم؟ أنتوا جهة رقابية كبرلمان وليس جهة تشريعية فقط، جهة رقابية في حال وجود أي عرقلة من قبل الحكومة التنفيذية واجبك كنائب في البرلمان العراقي أن تقول لا لهنا وبس، تعال نتفاهم في البرلمان، نحقق معك في البرلمان، بغض النظر سواء أي وزير أي مسؤول في الدولة العراقية، هذا واجبكم. هذا الواجب الورقي، لكن الواجب الحقيقي اللي موجود تدري هذول مرتشين على كتل سياسية ثقيلة، وكل من واحد ضارب شسع وما حد يقدر يحكي وياه، تريد تستجوب ملفاته تبقى تحت الطاولة لمدة. إذا الخلل بيكم أنتم ما دام معتبرين هذا الواجب، ما دام معتبرين أن هذا الواجب الوطني هو واجب ورقي فقط، إذا المشكلة بيكم أنتم حقيقة كنواب. لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي، مو احنا معتبرين، اذا اقول لك واقع الحال شيء، واقع الحال شيء، انا من اروح استجوب واحد سواء كان وزير او رئيس وزراء وما ينفذ طلب الاستجواب لانه مرتشي على كتل سياسيه قويه وثقيله ولا وزنها بالبرلمان، انا ما سويت شيء ولذلك ما اقدر اليوم استجوب هذه وزيره او استجوب رئيس وزراء. ليش؟ لانه اكو كتل سياسيه تدعم هذا الوزير وتدعم رئيس الوزراء، ولذلك اذهب اقول انه احنا فعلا بالدستور احنا جهه رقابيه، لكن التنفيذ على واقع الحال ما يخلونا ننفذ. ليش؟ لان اكو مصدات قدامك، مو كيفك انت تستجوب ولا كيفك يخلونك انت مطلق الحريه لك ان تستجوب وتجيب فلان او تجيب فلان. والحوادث كثيره مرينا بها واستجوبنا كثير من الاشخاص وقدمنا ملفات على اشخاص ولم يستجوبوا داخل قبه البرلمان لانهم كانوا منتزلين من قبل كتل سياسيه كبيره. اذا الخلل مو بنا احنا كنواب او كمراتبين للاداء، الخلل بالنظام البرلماني اللي موجود اللي يعتمد على الكتل السياسيه وعلى المحافظه الطائفيه، اما كنظام برلماني موجود بالعالم الاخر موجود كثير من الدول تعتمد هذا النظام. طيب سيد محمد، ربما في نهايه المطاف المواطن لا يريد ان يلقي باللائمه على احد، هو يريد التغيير في الموصل. هذا يجرنا الى 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 امر فيه ايحاءات اخرى، انه تعرفون انتم ما عندكم صلاحيات، اذا انتم رايحين لهدف اخر بصراحه. يعني ما جنابك جناب جنابك كمذيع ايضا انت ما تعرف اكو فساد بالعراق، انت كمذيع ما كلنا نعرف كلنا نعرف، ولكن دورك كنائب، انا اتحدث عن دورك كنائب مو فقط التشريعي، دورك كرقابي ايضا، انت تقول ما عندي صلاحيات، اذا كان ما عندك صلاحيات شكو رايح للبرلمان؟ انت جنابك باعتبارك اعلامي، باعتبارك رجل مرموق وإلك مكانتك، تعرف اكو فساد بالعراق؟ اعرف لكن ما عندي صلاحيات. انت عندك صلاحيات، انت عندك صلاحيات كنائب. انا تسال، انا ماذا اقول؟ انا دا اسال دورك الاعلامي، ماذا اسال دورك الرقابي؟ انا دوري رقابي بس اقول انت جنابك اعلامي تسال ايضا ليش اكو فساد. احنا واقع الحال ما بني في العراق بعد عام 2003 هي عباره عن محاصصه، هذه المحاصصه اخذت طابع بالبدايه طابع طائفي ثم انتقلت من الطابع الطائفي الى الطابع الحزبي، يعني الان تروح تلاقي في الطائفه الواحده أكثر من حزب وفي الحزب الواحد أكثر من مجموعة، ولذلك هذا التقاسم الذي بنيت عليه العملية السياسية هو ما أوصلنا لهذه المرحلة. فموضوع أنه ليش أنت ترشح وليش أنت تصير بالبرلمان وليش كذا، يعني أنت تكون أفضل من أن ما يكون أحد. يعني اليوم جميع احتراماتي موجود 329 نائب في البرلمان العراقي، كم صوت تقدر تسمع من هؤلاء؟ تسمع لك 50، تسمع لك 100، يعني افضل من ماكو احد تسمعها، يعني افضل من انه ماكو احد يطرح مشكله. اليوم احنا نطرح المشاكل حتى تسمع الحكومه التنفيذيه، وفي بعض الاحيان قد تخشى الحكومه التنفيذيه من اصوات النواب ولذلك تحاول ان تعالج بعض الفقرات. يعني تحدثنا مثلا عن موضوع المطار، كان هناك متابعه، لولا المتابعه ما راح يصير شيء، واليوم يمكن السيد رئيس الوزراء طلب المحافظ ورئيس لجنة الإعمار أن يحضرون أحد الجلسات رئاسة الوزراء. ليش؟ لأنه كان هناك صوت وكان هناك ضغط وكان هناك تحفظ.